Salam alaikum Shabab, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais commencer la vidéo concernant le chapitre amortissement. Donc, la définition de l'amortissement, c'est une perte. Une perte qui est définitive. Je ne sais pas si vous avez dit la définitive. Il y a une mobilisation automatiquement. Il va perdre de sa valeur ou la valeur va revenir à travers le temps. Il a acheté un matériel de transport, la voiture. Ça a été fait l'année première. Il a baissé de ce prix. L'année seconde, il a baissé de ce prix. Mais l'année 20, il va revenir à ce prix. Donc, ce que c'est une perte qui est définitive. Au contraire de la provision, il y a une perte qui est provisoire. Par le terrain, il peut avoir un prix qui va revenir à ce prix. ومن بعد ما تبقاش هذيك لابيرت بالعكس يقدر يطلع عليه الثمن ديالو تري بيان دونك اول حاجه بور كالكولي هاد لامورتيسمون هادي اون ا بيزوان دو فير واحد لي دو مود يعني عندي واحد لو مود اللي هو لينيير وعندي واحد لو مود اللي هو ديغريسيف يعني هادو هما لي دو مود كي مو بيرمي دو كالكولي هاد لابيرت هادي اللي كنهضر عليها شاكاني. Très bien. Donc, l'exercice, l'entreprise Ecomania a acquis un matériel de transport le 1-1-2014 d'une valeur de 600 000, amortissable sur 5 ans selon le mode linéaire. Travail à faire, présenter le plan d'amortissement. Donc, le plan d'amortissement qui confie l'année, la valeur d'entrée, le taux, l'annuité, le cumul d'amortissement ou la VNA. Donc, qui me fait chauffer, علاش بديت بهاد هاد لو كا هذا حيت هو اسهل كا حيت لو مود لينيير او ميم طون مشري في الاول د العام دونك شنو كنديرو في لي زاني بويسكو مشري في لو 1 2014 كنحطو لي زاني ديالنا دونك 2014 2015 2016 2017 2018 علاش حبست في 2018 حيت كملت 5 ans اللي قالوا ليا ديال لامورتيسمون يعني في 5 ans خاص يمشي من ثمنها كل شيء وتبقى الثمن ديالها ايغال ا زيرو دونك نمشيو بالنسبه لا فالور دونتري هي الثمن ديالو وباش ساهل هاد لينيير سي كو كتبقى تعاود داكشي باش كنسميوه كونستون علاش كونستون حيت حنا غادي نشوفو لانويتي غادي تبقى تعاود بالنسبه للو طو كيفاش كنحسب لو طو وكندير 100 كنقسمها على عدد الاعوام اللي هو سور 5 دونك عندي 20% هي تري بيان بالنسبه لانويتي ها كيفاش كنحسبها سي لا فالور دونتري فوا كنضرب في لو طون اللي هو 20 كنضرب في العدد ديال الشهور اللي دازوا في العام شحال دوزت عندنا من شهر في العام باغ اكزومبل 12 وكنقسم على 1200 كاين اللي كيدير واحد الطريقه واحده اخرى هي كيدير في او فوا 20% fois 12 sur 12 راه هي النيترا لا ميم شوز كتعطيني لا ميم شوز دونك هي ديال النويت غادي ندير بحال هكا وغندير هاد 600000 نضربها في 20 ونضربها في 2014 راه كان العام كامل دونك غادي ندير fois 12 sur 1200 دونك puisque هنا لا ميم شوز شنو قلنا علاش كيتسمى كونستان حيت النويت هي كونستانت يعني كاع لي زانويتي غادي يكون فيهم 120 120 وغادي تحسبوا بنفس الطريقه ديما كنشوف لانويتي ما كنفوتش 12 يا 12 يا اقل من 12 في لا بيريود حيت عام سواء كتكون دوزات عندي 12 قد قد يعني مشريه من لو 1 سواء كتكون عندي غير غير قل من عام دونك بحالاش بحال تكون مشريه باغ اكزومبل في شهر 4 دونك 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دونك بحال عندي 9 شهور هنايا دونك غندير 9 على 12 كون كانت مشريه في لو موا 4 تري بيان دونك شنو هو دابا الكومول الكومول ديما العام الاول راه لانويتي داكشي اللي مشى منه في العام الاول راه هو اللي مشى منه او توتال بالنسبه للعام الثاني راه مشات منه هاد ال 120 الاولى زائد 120 الثانيه دونك او توتال مشات منه 240000 بالنسبه للثالث هو 240000 اللي مشات في لي دو زاني بلس العام الثالث وغادي هكاك دونك العام الثالث شحال مشى منه زائد العام الرابع وبيان سور في الاخر
راه خاص تخرج ليا مشى منه لو مونطون ديالو كامل. ديما لو كومول دامورتيسمون خاص تخرج فيه في العام الاخر لا فالور دونتري باش نعرفوا بلي راه الثمن ديالو راه مشى كامل. بالنسبه لا فالور نيت دامورتيسمون هذه هي شحال بقى من الثمن ديالو. الا هو الثمن ديالو 600 ومشات منه 120 دونك شحال غادي تبقى؟ تبقى 480000. اي بيان دونك 480000 هي اللي بقات منه في العام الاول. العام الثاني شنو غادي يوقع؟ غادي ندير 600 ونقص منها شحال مشى منه في 2 زاني. شحال مشى منه؟ 120 الاولى زائد 120 الثانيه دونك كندير 360. دونك لا ريغل شنو هي؟ هي ال في ان ا ايغال ال في او موان شنو؟ موان لو كومول دامورتيسمون. Très bien. Donc, on dit le cumul d'amortissement ou là, donc on cumul, je n'aurai pas dire, donc on dit le naya, c'est pas le cas, on dit 600,000 عاوتاني, moins le cumul de l'an telt, عاوتاني 600,000, moins le cumul de l'an rab, عاوتاني 600,000, moins le cumul de l'an khams, qui est la valeur d'entrée, donc je n'aurai pas le cas, on dit le cas 0. دونك هذا هو لامورتيسمون لينيير الا كان مشري في الاول ديال العام. هذه هي اسهل كا وما عمر كتحط في الامتحانات الوطنيه جوسكا ماتنو، ما عمرها تحطات حيت سهله بزاف. فوالا